قد ايه الكتب الصوتيه محققه نجاح الفتره اللي فاتت، قد ايه انه محققه مبيعات بشكل كبير جدا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اننا مهتمين بكل ما هو جديد في عالم الكتب، والنوعيه دي بقى في اقبال كبير جدا عليها مؤخرا، والتقرير ده الحقيقه ثورته كاميرا يحكى ان مع الكاتب الاستاذ مصطفى خضر. تعالوا نروح ونشوف مع بعض التقرير ونشوف ايه حكايه الكتب الصوتيه، ونرجع على طول نبتدي حلقتنا. اتفضلوا. طارق، تركت أمينة وأنا أشعر بتنميل في رأسي من كثرة لومها وصراخها في وجهي. هل أنا حقا ذلك الرجل القاسي الذي بلا قلب، أو الذي تحول قلبه إلى قطعة حجر كما نعتتني أمينة؟ أنا مصطفى خضر، صانع محتوى صوتي ومرئي ومكتوب، مؤلف و ناريتور للكتب الصوتية. والحمد لله دلوقتي احنا بنملك تقريبا اكبر مكتبة للكتب الصوتية باللغة العربية. الفكرة كانت من 2016 من انشاء الشركة في فرعها الاول في بنها، فجانا احد العملاء يعني يسأل على موضوع الكتب الصوتية، والحقيقة احنا ما كناش اشتغلنا فيها قبل كده، ما كانش لينا خبرة فيها خالص. بدأنا مع بعض وكملنا مع بعض، وعملنا في اول سنة تقريبا ما يقرب من 1000 كتاب، فكان إنجاز كبير. إحنا ما كناش نعرف إن إحنا تقريباً داخلين كده في أكبر حد عمل كامل الكتب الصوتية، يعني سنة كاملة تقريباً ما بنعملش حاجة في الشركة غير إن إحنا بننتج كتب صوتية كل يوم. الأودي بوكس والبودكاست مختلفين عن الفيديو شوية، يعني هما مش محتاجين ياخدوا كل حواسك زي الفيديو. الفيديو لازم عينيك وتركيزك وسمعك ويمكن حركتك كمان تبقى مركزة معهم جدا، إنما الأوديو تقدر تعمله مع أكتر من حاجة. الحقيقة إحنا يعني عدينا بكذا مرحلة من التطوير. المرحلة الأولى كانت إن والله هو كاتب واحد فصوت واحد فواحد بيسمع. المرحلة الثانية اللي عملناها، عملنا حاجة اسمها مالتيبل ناريتورز، عدة أصوات بتسجل الكتاب الواحد. بعدها عملنا حاجة اسمها الدراما الكاملة، فبقى كل دور في الكتاب بيسجله صوت مختلف، كأنك بتسمع عمل درامي متكامل، كأنه فيلم سينما يعني ولكنه صوتي. أنا عندي عمل روائي واحد وهو عش خفاش، وعايز اقول لك يعني من الطرائف ان هو لم يسجل حتى الان، هو يعني طبيعته الاولى خلصت الحمد لله تقريبا في اول 4 ايام في معرض الكتاب اللي فات 30/6، لكن لسه لم يسجل حتى الان. العملاء يعني واخدين حقهم اكتر مني في الموضوع ده، وانا الحقيقه مش عاوز اسجله بصوتي، انا عاوز اخلي اصوات تانية هي اللي تسجل. عاوز ابقى شايف الرؤيه بس من بره، مش عاوز ابقى جزء من التنفيذ يعني. الحقيقة المعرض اللي فات كنت بذاكر أكتر مني بتابع مبيعات الرواية أو رد الفعل على الكتابة، يعني من وجهة نظر القارئ بقى، الاند يوزر يعني اللي في الآخر بيقيمنا بيشتري أو ما بيشتريش، بينبسط أو ما بينبسطش، هيشتري الرواية اللي جاية ولا لأ. فكان معرض الكتاب الأول ليا بالنسبة لي كان عبارة عن مذاكرة، فمنه خرجنا بعدة أفكار الحقيقة هتكون إن شاء الله مفاجآت هتنزل مع الرواية، هي هتنزل بعمل كامل مش برواية فقط يعني. الحقيقة الأحلام لا تتوقف يعني طول ما النفس لسه شغال، ولكن أنا بحلم الحقيقة بأعمال كبيرة لنجوم كبيرة في الكتب الصوتية وصناعة المحتوى الصوتي عموماً، وإن يحصل ميرج ما بين الأعمال الصوتية والأعمال السينمائية، ويبقى في حاجات في دور العرض صوتية فقط أو صوتية مصاحبة ببعض الصورة الخفيفة يعني، ويكون الجمهور مقبل على ده.
يعني في بعض التجارب حصلت، لكن الحقيقة للأسف لم يتم التسويق ليها بشكل جيد، فما كانش في إقبال جماهيري عليها. نفسي ده يحصل الحقيقة، ويبقى في أفلام سينمائية صوتية، وده إن شاء الله يحصل قريب يعني، وإن شاء الله الرواية اللي جاية يعني تنجح بإذن الله في معرض الكتاب القادم.